قراءة فيها معناوين صحف شرق أوروبا. في بولونيا نقرأ على يومية ريتش بوسبوليتا أن قطاع صناعة السيارات وقطاع الغيار بعد أن كان إلى عهد قريب العلامة البارزة والمشرقة في الاقتصاد البولوني أصبح الآن يعاني من توقف عملية التصدير والبيع بعد إغلاق كل الأسواق الأوروبية وإغلاق الحدود وتعليق الأعمال التجارية وتوقف حركة النقل البري والسككي إلا ما كان من شأن نقل المواد الطبية الغذائية الضرورية. في روسيا أكد رئيس غرفة المحاسبة الروسية على يومية كوميرسانت أن الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في سنة 2020 سينخفض بنسبة 5% تقريبا إذا استمرت إجراءات الحجر الصحي المرتبطة بانتشار الفيروس تاجي. في تركيا تبعت يومية شفق رفض رئيس رجب طيب أردوغان استقالة وزير الداخلية الذي أكد في بيان صحفي أنه سيواصل خدمة شعبه من خلال الاستمرار في إدارة وزارة الداخلية، مضيفا أن التقصير الذي ظهر في الخطوات التي أقدمنا عليها خلال أداء واجبنا تم قبوله كحالة إنسانية وهذا القبول زاد من مسؤوليتنا. في النمسا نقلت يومية كرونند سايتونغ تصريحات وزير الصحة والشؤون الاجتماعية أكد فيها أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في الخطط الحكومية لمواجهة فيروس كوفيد-19 وخاصة مع بدء تخفيف القيود المفروضة على بعض الأنشطة الاقتصادية، مضيفا أن أي سلوك غير مسؤول قد يعصف بكل المؤشرات الإيجابية المحققة حتى الآن. في اليونان كتبت صحيفة كاثي ميريني أن خطة الحكومة للعودة إلى الحياة الطبيعية ابتداء من 10 مايو المقبل ستنفذ تدريجيا وعلى مراحل بشرط أن يستمر منحنى عدوى الفيروس في الانخفاض. اليومية أضافت أن رفع القيود يمكن أن يكتمل انطلاقا من يوليوز إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.